الوزارة فهي مرخصة بدون شك، عندها الأدوات والإمكانيات باش تقوم وتعرف واش كاين يكون خلل ولا ما خللش. أنا كيبان لي الأمر هو مشروع يدخل في إطار التنوع. خصك تعترف أنه مجموعة من الأسر المغربية التي لا تقبل أن يدرس ابنها بعض المواد هنا، يمكن يختاروا اللغة الفرنسية كلغة مهمنة، ويمكن شوية التاريخ ديال المغرب، شوية التروية الإسلامية، شوية كذا، وهناك من يختار أمور أخرى وله الحق في ذلك. وهؤلاء يؤدون أثمنة خيالية تؤديها، ولا أحد يتحدث عن هذه الرسوم ولا، وبالعكس هذه المؤسسة تعرف اكتضاضا غريبا جدا، وفي شهر 5 ولا كذا يتسابق الناس حولها ولا تجد مقعد، لربما في 15 ماي في منتصف أو قبل ذلك ما تلقى شيء مقعد لابنك، والناس يؤدون ولا يتألمون ولا يتبرمون ولا أدري. هذا اختيارات وهذا تنوع، ومدام العرض متنوع فلماذا الناس يحبسون أنفسهم في الكلام الفارغ؟ هذه رسوم كذا وهؤلاء يجب وهؤلاء لا يؤدون ونكسروا بالإشاء. أنا أعتقد أن خصنا نجتمعوا كلنا ونتكلموا، المغرب والمغاربة هم يسمون مغفلين بهذا الشكل. إحنا كلنا، أنا كسأل دائما الناس واش قمتي بدراسة، واش عندك إحصائيات مضبوطة، واش عندك حجج ثابتة. فاللي تظلم وقال ودي كذا فكاين السلطات التربوية موجودة، أي راه يلا تكونها مشكلة يلا كيمشي لها. دابا تيعيطوا لنا من النيابة من مكتب التعليم الخصوصي، الو واحد التلميذ واحد كذا. بالعكس نقول لك حاجة اللي هي الآن نعاني منها، التلميذ يمكن ليه ما يخلص شيء كذا، والأب ديالو يتدرع بأن ما عندوش وكذا، ومن اللي يجي يقول لك ودي ما عندي باش نخلص عطيوني المغادرة، ويمشي يشكي لك في النيابة يقول عطيوه المغادرة، تسالوا مليون ولا مليون ونص ولا جوج ولا ثلاثة ولا كذا، تيقول لك سير معاه المحكمة، ما عندوش، خذ حقك. والتلميذ حقه بأنه يحصل على شهادة المغادرة ويغير المدرسة. مصلح ما تعطيه شهادة المغادرة خاص تاخذ منه شيك، تاخذ منه التزام وتعهد وتدخل معاه المحكمة، هي ضروري. المسلك القضائي يعني. المسلك القضائي هو آخر المسالك، بعد التدخل وبعد كذا حينما يثبت الأب أنه يماطل ولا يريد أن يؤدي رغم أنه عنده الإمكانيات. احنا شوف أستاذ، إذا سولتي هذا عمل نحن لا نبغي أن نقوله اللي كنت مشغول، ولكن اقتضت الحال أن نقوله، هو مجموعة من التلاميذ اللي يدرسون بالمجان، واحد مجموعة من المؤسسات ما كيعرف حتى واحد هادشي.